هاجي لحضرتك كابتن رضا، نروح نشوف بس المؤتمر الصحفي اللي جامز المدير الفني لنادي الزمالك ونرجع نستكمل مع حضراتكم. احنا بنحضر زي اي تحضير للمباراه، بنشوف نقط القوه ونقط الضعف للفريق اللي بنلعبه. احنا محضرين المباراه كويس جدا، وعندنا يعني مستعدين، احنا عاوزين نلعب مباراه كويسه، وهو عنده اجابه من اللعيبه بتاعته في التدريب الكلام ده، وكمان في الاخر قال ان احنا يعني محضرين كويس المباراه، وفي نفس الوقت مستني من اللعيبه في المباراه دي ان شاء الله يقدموا مباراه كويسه. شكرا طبعا، وفخور جدا ان هو موجود في السعوديه تاني. تبقى مباراه تكتيكيه بالفريقين، احنا بنلعب بطريقه تكتيكيه غير النادي الاهلي. So the important thing now is just the cup and الحاجه المهمه جدا دلوقتي هو الكاس. It's very important for all of us. مهم جدا بالنسبه لنا كلنا. And also for the club life. وبالنسبه كمان للنادي. Because Zamalek is a club that make himself ان الزمالك اوريدي فريق بيكسب بطولات وبيكسب وبيحقق القاب. And we must show this in the next game. ولازم نوضح ده قدام النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي جايه. No, I have clear in my mind how I want to play and my players. هو عارف كويس او واصل له جدا في مخه، او عارف كويس جدا ان اللعيبه اللي عاوز يبدا بيها المباراه او العبوس الملعب. And my players they have also clear in their mind how they must to play. واللعيبه كمان وصل لها كويس جدا هم ازاي يلعبوا الطريقه بتاعته. So I just arrived, you know, we trained 24 times with them. هو كان لسه واصل ومرنهم 24 تدريبه. Just before I arrived the club signed with 10 or 11 players. او قبل ما يوصل على طول النادي يعني تعاقد مع 10 او 11 لعيب. It was important to give the chance to all of them. كان مهم جدا ندي الفرصه لكل اللعيبه. And the good thing is that we have options to so والحاجه كويسه they must fight between them healthily to play. والحاجه كويسه ان احنا ان هم اوريدي لازم يبقى فيه يعني قتال بينهم من بعض، يعني حاجه صحيه للفريق ان هم ينافسوا بعض، وفي الاخر ده حاجه صحيه للفريق. يعني it's true that all of them they have different skills. كل واحد عنده مهارات مختلفه. And God helped me to choose the best of them to play against Ahly ان شاء الله ربنا يعني يديله الاختيار الصح انه يعني ان هم مين اللي يلعب قدام النادي الاهلي، وان شاء الله نكسب. اكيد طبعا، يمكن مش هزيد كلام كتير عن كلام الكوتش. يمكن مباراه مهمه طبعا، الناس كلها عارفه نهائي كاس مصر، بطوله مهمه، بطوله غاليه جدا على نادي الزمالك، مركزين فيها بشكل كبير، ان احنا جايين ان شاء الله ان احنا جايين نحقق اللقب باذن الله، وشغالين على كده ان شاء الله. نتمنى التوفيق يبقى معانا في المباراه. اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في المباراه. ان شاء الله الماتش يطلع بصورة كويسة بشكل كويس للفريقين، والتوفيق يبقى معانا ان شاء الله، واحنا هنكسب باذن الله. والاستعداد طبعا، يمكن من اول ما جينا الاستقبال بصراحة استقبال هايل، والاستعداد شكلها ان شاء الله هتكون حاجة مناسبة جدا للبطولة، وتكون حاجة بحجم مصر يعني ان شاء الله والسعودية مع بعض. فبنتمنى ان شاء الله التوفيق يبقى معانا ونقدر نحقق اللقب ان شاء الله.